مع لا ديفيم او الجمعيه او الديمقراطيه نساء المغرب في واحد الحمله تواصليه تحسيسيه حول القانون 62/17. من الناحيه القانونيه احنا عرفنا القانون، لكن المعاناه لازالت مستمره للنساء السلاليات، لازالت المراه السلاليه لم تلج ارضها باش تاخذ واحد تحيد واحد العنف اللي هو عنف اقتصادي، يعني تربي وليداتها فوق الارض ديالها، تستثمر الارض ديالها، تاخذ القروض باش تدير واحد المقاولات او تعاونيات على ديك الارض. هذا الشيء كله راه معاناه. المعاناه اللي كاينه كاين عدم تنزيل تنفيذ القرارات، لان مجلس الوصايه كيعطيها الاحقيه انها تولج الارض، لكن في نفس الوقت كتبقى طالعه ما بين مجلس الوصاية وما بين السلطات المحلية باش تولج الأرض ديالها، في حين هذا الشيء كياخذ منها واحد 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 الجهد، وكياخذ منها واحد الوقت وواحد الحقرة، لأن هذه الحقرة هذه حنا بغينا القانون باش يفضي لنا مع هذه الحقرة. فإذا بينا كنلقاو بأن هذا القانون جا وجاب معاه واحد البند اللي هو بند الإقامة كيزيد الطين بلة، وكتبقى المرأة السلالية في ديك الدوامة اللي كانت فيها هذه 14 سنة. اكيد كاينه واحد المكتسبات اللي هي كنقول بوادر قليله اللي كتشير بالخير، ولكن ليست عامه. راه حنا كنهضروا على النساء السلاليات، ماشي هما اللي كاينين في المدينه مثلا الرباط او الدار البيضاء، حنا كنهضروا على المعاناه ديال النساء السلاليات اللي كاين في اعالي الجبال، اللي كاينين في القرى، اللي هما اصلا حتى القانون كاين شي بلايص اللي باقي كاع ما وصل بان هناك الملك الجماعي كتستافد منه المراه والرجل على قدم المساواه. فانا كنعاود ثاني كنلح على النداء على الناس المسؤولين انهم يراعيوا في ذاك القانون، يعاودوا التجديد ديالنا، يشوفوا في ذاك القانون خصوصا النص التنظيمي اللي هو البند الاقامه، انه يراجعوه ويعطيوه من خلاله واحد الرؤيه جديده، بما اننا عندنا واحد المواثيق الدوليه اللي هي ساني عليها مصادق عليها المغرب، وعندنا واحد الدستور لانه جاب واحد الحويجات اللي هما زوينين، انهم يتفعلوا على ارض الواقع، وتكون المراه السلاليه هي هذيك الشعله ديال النموذج اللي بغينا احنا كاملين كمغاربه.